بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أي الوداد إلا بحسن تصبر وفؤاد. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوب عهادي، وصرت بقلب المستهام ركابهم تعلو بهم جبلا وتهبط وادي. فخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها يا سوى الأوتاد. تأوي الوحوش بها فصرب رائح، تأوي الوحوش بها فصرب رائح بفناء ساحتها وسرب غادي. ولقد وقفت بها وقوفا مولها وبموجتي للوجد قد حزن عادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي أي وأصيح فيها تارة وأنا عنك يوم معايا يا دار، قد ذكرتني بعراسك القفراء يا عراس ابن النبي الهادي.
محمد يا بالأهل والأصحاب والأولاد تقولهم لا تحسبوني للرضايا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت ودعنا سيدتي ذهبي إلى الجميع نم بقيتي عندهم لا تحسبوني للرضايا في طوس ما وحيت والجيب شقيت لبعيد منهم واللي مني قريب اسمع فاطمة ما الذي يكسر قلبها قلبها منهم بسامراء أو منهم في خراسان من
أصعب علي مصيبة المنذبح عطشان والله عطشان عطشان والله عطشان يا حسين وين اللي يساعدني على حسين يا حسين وين اللي يساعدني وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. دعوة القرآن الكريم إلى المؤمنين، والمقصود بالمؤمنين هما هنا كما فصلنا في الليالي السابقة، أي الذين اتبعوا نهج الحق والذين اتبعوا نهج الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم، يدعوهم القرآن دعوة خاصة، يقول لهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار الناس والحجار. لما يقول القرآن قو فعل أمر وماضيه وقى ومصدره الوقاية، والوقاية أن يجعل الإنسان بينه وبين الخطر حاجزا يمنع الخطر أن يناله وأن يصل إليه، وهو المفهوم على كل حال مفهوم التقوى. يعني إحنا لما نقول تقوى معنى ذلك أن الإنسان يتقي الله. ما معنى يتقي الله؟ أن يجعل وقاية له من غضب الله، يعني أن يتقي الغضب الإلهي، لأن غضب الله سبحانه وتعالى غضب شديد لا يحتمل، يعني لا يستطيع هذا الإنسان المخلوق الضعيف أن يحتمل غضب الله سبحانه وتعالى. فلذا الوقاية هكذا، التقوى أن لا، يعني يعرفون التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك وأن يراك الله حيث أمرك. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا أمرك أن تكون في الجامع في المسجد مثلا، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يراك في هذا المسجد، ونهاك عن أن تتواجد في أماكن الفسق والفجور والضلال والخيانة وغير ذلك، فلا يحب أن يراك، يعني يجب أن لا يراك في تلك المواقع، ويجب أن يراك في مواقع التقوى والعبادة. وهنا المكمن، الإنسان عليه أن يكون في هذا المستوى في طاعته لله وقربه إلى الله، يبحث عن ما يحبه الله، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب يقول قوا أهليكم، الأهل بالمفهوم العام الأهل الزوجة والأولاد، وحتى لا يشتبه كما فصلنا بالأمس فرق بين الأهل وبين الأهل أهل البيت، أهل البيت شيء والأهل شيء. الأهل هم الذين يمكن انفكاك هذه الصفة عنهم بلحظة من اللحظات، أهل البيت هم الذين لا يمكن الانفكاك عنهم على الإطلاق، يعني كأنما العلقة تكون علقة نسبية لا تكون علقة سببية. هذا فرق بالواقع عند أهل اللغة، يقولون بين الأهل وبين أهل البيت. إذا قلت أهل بيتك فأعني من يرتبط بك ارتباطا نسبيا، وإذا قلت أهلك فذلك يعني من يرتبط بك ارتباطا سببيا، والارتباط السببي قابل للفصل والعزل. فلذا يقول القرآن قوا أهليكم، لا شك أن القرآن هنا يريد المعنى الأعم، يعني يمكن أن نقول بتعبير أوضح كما يرتب ذلك أهل المنطق في قوانينهم و قواعدهم، يقولون عندنا هناك مثلا خصوص وعموم من وجه، وعندنا خصوص وعموم مطلق، وهي على كل حال قواعد موجودة بين الناس، إلا أنه الصعب على الناس فهم المصطلح الذي وضعه أهل العلم، وإلا هم ماذا يقصدون بالعلاقة
يقولون علاقة من وجه وعلاقة مطلقة من جهة، خصوص وعموم مطلق وخصوص وعموم من وجه. الخصوص والعموم من وجه أي إذا التقى أمران في نقطة واحدة هذا يسمونه من وجه، مثل مثلا الأسود أو مثلا مثل أي شيء من الأشياء. يعني لو افترضنا أنه نقطة تجمع أمرين ببعضهما من ناحية واحدة هذا يسمى خصوص وعموم من وجه. أما إحنا كلامنا يقولون عنه خصوص وعموم مطلق، يعني كل أهل بيت، كل أهل هم الأولاد والزوجة، وكل أهل بيت هم الأولاد فقط وليس الزوجة. يعني ليس أهل البيت هم الزوجة، وكل أهل هم الأولاد والزوجة. لذا القرآن لما يقول قوا أهليكم يعني المقصود منها الزوجة والأولاد أيضا، يعني العلاقة السببية والعلاقة النسبية. هاي مقدمة حتى تنفعنا في بحثنا إن شاء الله في هذه الليلة، وأسأل الله أن أسدد لهذا الموضوع هذه الليلة. فيقول قوا أهليكم، يعني هناك مسؤولية على الآباء اتجاه الأبناء، مو فقط المسؤولية أنك تربيهم وأنك تطعمهم، مو هذه المسؤولية فقط، هذه جانب من المسؤوليات. يعني كثير من الناس يتصورون أن المسؤولية الأساس التي تقع على الأهل أن يكون هناك تربية من ناحية الاهتمام المادي، يعني أنا أهتم بجسد ابني، بصحة ولدي، أهتم بمدرسة ابني، بالعلم المادي، وأهتم بطعام ولدي ولباس ولدي. أما أمور أخرى فلا، أنا ما إلي علاقة. بالعكس، ولدك مكون كإنسان من أمرين، من شيء مادي وشيء معنوي. الشيء المادي هو البدن وما يرتبط به، والشيء المعنوي هو الروح وما يرتبط بها. كل الناس مع الأسف تسعى للاهتمام بالجانب المادي من الأولاد. يعني أنا مثلا أدفع على ولدي ملايين من الأموال من أجل أن أعلمه مثلا الهندسة، أو من أجل أن أعلمه مثلا الكيمياء، أو من أجل أن أعلمه مثلا الطب، لكن ما مستعد أن أدفع دينار من أجل أن أعلم ولد الفقه مثلا. مع العلم حاجة الروح أعظم من حاجة البدن، لأن البدن لا قيمة له مقابل الروح. أنا مثلا مستعد أن أدفع من أجل أن أطبب ولدي إذا أصيب بمرض يفتك في جسده، مستعد أن أبيع بيتي وداري وأدفع للمستشفى من أجل أن أطبب ولدي. لكن إذا ولدي مريض روحيا، يعني هناك مرض روحي كما هناك مرض جسدي، إذا ابني مريض روحيا أنا ما مستعد أن أدفع درهم واحد في مقابل أن أطبب هذه الروح عند ولدي. وما معنى المرض الذي يعتر الروح؟ المرض الذي يعتر الروح هو خروج الإيمان وحلول الفساد عند هؤلاء الشباب، خصوصا أن الدنيا بأكملها تقف ضد الدعوة السماوية، وكل مقومات الحياة التي نراها وبراهج ومباهج الدنيا التي نراها أمامنا هي تصب في خانة أن تكون ضد المنهجية التي تتبعها السماء في إنشاء الأولاد. فعلى الإنسان أن يدرك هذا المعنى ولا يطعم أولاده الطعام الفاسد. أنت الآن إذا تشك في طعام أنه فاسد، تشك، ما أقول عندك علم يقين، تشك أن هذه اللحم في الثلاجة فاسد، شك فقط، تشم رائحته ما تستطيع أن تدرك إذا كان فاسدا أو لا، ولكن يعتريك شك بفساده، هل تتجرأ وتطعم ولدك منه؟ أنت مستعد أن ترميه وتذهب لتشتري الطعام الطيب النظيف لولدك؟ ليش هنا أنا أهتم؟ وإذا أنا يوم ينجح ولدي في المدرسة أسوي له حفلة غنائية على سبيل المثال، حفلة غنائية تدري شنو؟ سموم على روح الولد. أو أنا مثلا إذا ابني جاب نتيجة معينة بالمدرسة أعطيه أموال حتى يروح على حفلة معينة في مكان معين، ماذا أصنع بولدي؟ كأنما أمسك خنجرا وأقتل هذا الولد بيدي. تعرف ما معنى مثلا الغناء؟ خلينا على سبيل الغناء أول شيء، تعرف ما معنى الغناء وما هي حرمة الغناء وما مفهوم الغناء في الإسلام، ومن الذي أنشأ هذا المفهوم، ومن الذي أنشأ هذه القضايا؟
وأي شيء هذه الأمور بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الغناء مفسدة للإنسان، يفقده أول شيء يفقده الغيرة. تعرف إذا واحد ما عنده غيرة، أعوذ بالله، شنو يعني؟ إذا واحد ما يمتلك غيرة، غيرة على الأعراض، غيرة على البنات، غيرة على أهله، إذا ما يمتلك، أعوذ بالله، هذا يصير مثله مثل غير الإنسان، يصير مثله مثل مخلوقات أخرى إذا فقد الغيرة. الغناء أول شيء يصنعه في هذه النفس يبعث عليها المرض بعدم الغيرة، يصير الإنسان مريض، غيرة ما عنده، لا على عرضه، لا على بناته، لا على عياله، ينظر إلى بناته في الأسواق بين الناس عادي، شيء عادي، ينظر إلى بناته في مواقع غير سليمة وغير صحيحة، عنده شيء عادي، ما يتأثر، لأن هذا سبب أساسي من أسباب وآثار الغناء تبعثه للنفس. ثم بيوتنا، احنا بيوتنا نحتاج فيها الرحمات. احيانا لما يمرض عندنا واحد بالبيت نتوجه الى الله، اللهم من عليه بالشفاء. كم واحد يجي يقول سيدنا شفاء، عندنا مريض، عندنا كذا. تعرف سبب كثرة وانتشار الامراض في البيوت ما هو؟ هو خروج الملائكة، لان الملائكة عنوانها الرحمة الالهية. انت لا تصور ان الملائكة جاي على البيت هكذا، الملاك والله جاي يستأنس يحضر بيتك. الملاك له عمل في بيتك، الملاك يطرد كل شرور خلق الله. إذا حضرت الملائكة الشياطين والشرور كلها ذهبت وراحت. فحتى هاي البكتيريا والجراثيم وهاي القضايا كلها تزال ببركة وجود الملائكة. لا تتصور أنها هكذا. وعندك حديث واضح وقوي يقول الإمام الصادق: البيت الذي فيه غناء، هذا اللي فيه غناء. أحيانا والله واحد متدين، حاج متدين، وهو ما يسمع غناء ومتدين، يقيم الصلاة وذهب إلى حج بيت الله الحرام، لكن أولاده يسمعون الغناء في البيت. تسأله لماذا؟ يقول أنا ما إلي علاقة، هم هكذا. مو أنت واحد من هذا البيت، بل أنت رب البيت وأنت صاحب البيت وبيدك القرار. البيت الذي فيه غناء، الإمام الصادق يقول: البيت الذي فيه غناء تخرج منه الملائكة 40 يوما ما ترجع إليه، وتلعن الملائكة أهله. شوف ترى مسألة صعبة مو سهلة. بس هذا على نحو الكلام العابر ماشي، بس على نحو الحقيقة مسألة ترى صعبة. الملائكة تخرج من البيت وتلعن أهله 40 يوما. بالله عليك من منا مستعد أن يكون؟ طبعاً إذا واحد جاهل بهذه القضية ما يعرفها ماشي، بس إذا عرفها هنا المشكلة الكبرى. فبالله عليك من يتحمل لعن ملائكة الله؟ تعرف ما معنى لعن ملائكة الله؟ ما معنى اللعن باللغة؟ خليني أبين لك حتى تعرف. إذا الملائكة تلعن واحد ماذا تعني؟ الملائكة دعاؤها مستجاب، لأن الملائكة ما عندها ذنوب. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم أبداً، وهم في أمره يعملون وفي حكمه يعملون. الملائكة سبب حجب الدعاء هي الذنوب. يعني أنا الآن إذا رفعت يدي إلى الله ودعيت وما استجاب الله دعائي، لا يعني أن الله ليس سميع، ولا يعني أن الله ليس مجيب، بل يعني أن الله أن هناك ذنوب حجبت إيصال صوتي إلى الله سبحانه وتعالى، ومنعت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى دعاء الملائكة، هذا معنى الدعاء هكذا. فالملائكة ذنوب ما عندها، لا ترتكب معاصي وذنوب أصلا ما عندها، فدعاء الملائكة مستجاب. يعني إذا رفع الملك يديه إلى الله ودعا، دعاؤه حتما مستجاب، لأن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله قريب هكذا، الآية تقول يجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى يستجيب، وخصوصا الملائكة الذين يسكنون السماوات ويسبحون حول عرش الله ويقدسونه. فالملائكة إذا لعن واحد، معنى اللعن ما هو؟ دعاء. اللعن هو دعاء. معنى كلمة ملعون يعني مخرج من رحمة الله. يعني أنا لما أقول اللهم لعن فلان، يعني معناها اللهم أخرج فلان من رحمتك. وإذا واحد يخرج من رحمة الله وين يصير؟ في غضب الله. وإذا صار في غضب الله فواو إله عند ذلك. فتصور أنت البيت إذا فيه غناء
الملائكة تخرج منه. هذا أول ضرر علينا خروج الملائكة من بيوتنا. ولا إحنا يستحب أن نقوم بأعمال كثيرة في بيوتنا حتى نستجلب الملائكة إلى بيوتنا. حتى بعض الأكلات وصل فيها الحال إلى الكراهة في أيام معينة لكي لا تخرج الملائكة. شوف كم مهم هذا الشيء أن نستجلب الملائكة إلى بيوتنا. فتخرج الملائكة، هذا أول ضرر. ثاني ضرر أن الملائكة تلعن. الملائكة تلعن، إذا لعنت الملائكة يعني الله استجاب دعاء الملائكة. إحنا في مصيبة أننا لعنا على لسان الملائكة وأخرجنا من رحمة الله، وإذا أخرجنا من رحمة الله وما رايحين على غضب الله. فهي المسائل لنحملها على نحو الجد، مو على نحو الكلام والتخويف، لا، هذه حقائق جاء بها نبينا وجاهد من أجلها أئمتنا واستشهد الحسين بكربلاء لأجل هذه المفاهيم وهذه التعاليم. ترى احنا كلنا مسؤولين عن هذه المسألة، وكلنا يجب علينا أن يساعد بعضنا، أن يساعد بعضنا بعضا. احنا والآباء والأمهات ننبه أولادنا، نقول لهم ولدي هذا خطر، هذا سم، إذا عندك أنت بالبيت سم تنبه أولادك، تكتب عليها، تقول ولدي لا تلمس، لا تقرب، لأن هذا سم إذا لمسته يقتلك، وهكذا. اكتب له على التلفزيون الغناء سم، اكتب له على المسجل التلفزيون الغناء سم، خليه يعرف، خليه ينتبه. خصوصا أننا نحن في عصر نعيش في رحاب وأجواء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. واحد يجي يسأل الإمام الصادق يقول له سيدي أريد دليلا على حرمة الغناء، لكن مو من القرآن ومو حديث، أريد دليل هكذا منطقي، أريد أن تعطيني دليل على حرمة الغناء. الإمام الصادق قال أسألك لو فرق بين الحق والباطل. افترض الآن اجوا فرقوا بين الحق والباطل، كل شيء حق إلى جانب وباطل إلى جانب، أين يكون الغناء؟ قال سيدي وصلني حقي، خلص بعد الغناء مستحيل أن يكون مع الحق. يستحيل أن يكون الغناء مع علي بن أبي طالب، يستحيل أن يكون الغناء مع الحسين بكربلاء. الغناء رأسه شياطين، فيكون مع الباطل حتما. واحد يجي يسأل الإمام الصادق يقول له سيدي أبا عبد الله أسألك هل في الجنة غناء؟ شوف السؤال، يقول له بالجنة. طب إحنا نحرم من الغناء بالدنيا، طيب بالجنة يوجد غناء؟ يقول له أستحي سيدي أن أسألك. قال اسأل. قال بالجنة يوجد غناء. الإمام الصادق قال اسمع، الجنة ما فيها لغو، والغناء لغو باطل يعني وكلام له، لذا يقول القرآن واجتنبوا قول الزور، الغناء قول زور. ويقول أيضا لا تشتروا لهو الحديث، لذا شراء أقراص الأغنية وبيعها وصناعتها وتسجيلها حرام بحرام، كل هذا حرام. فيقول الإمام الصادق بالجنة لا يوجد لغو ولا يوجد حرام، هاي كلها ما موجودة، لكن هناك بالجنة شجرة يأمر الله ريحها فتضرب أوراقها ببعضها فتصدر أصواتا لم يسمع الخلائق بجمالها من قبل. قال هذه لمن سيدي؟ قال هذا عوضا لمن ترك الغناء في الدنيا، عوض لمن ترك الغناء في الدنيا. ثم سأله سيدي عقاب الذي يستمع الغناء، عقاب سأنا أقول كلمة أنه ما أتكلم عن اللي ما يعرف، لما يعرف راح القضية والله غفور رحيم، لكن أتكلم عن اللي الآن راح يعرف وكيف راح يقابل هذا الكلام، وخصوصا دعوة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. قلنا سيدي ما العقاب لمن يستمع الغناء؟ يقول له يغلى في نار جهنم القصدير. القصدير شايف يغلى في نار جهنم، يغلى في نار جهنم. نار جهنم شيء مريع، شيء لا مثيل له أبدا. يقال في رواية من الروايات اجت على ذهني الآن، يقال واحد معروف عنه أنه مات وعاد إلى الحياة، يعني مات لعله بمعجزة، مثل ما نتكلم بعض حالات طبية تتكلم عن هذه الحالة. يقولون مات هذا الرجل، يوم من الأيام ظلم امرأة، بشيء صغير، هكذا ما من القضايا ظلمها، فمات الرجل.
لما صار في قبره بين الملائكة يقول في عالم البرزخ، في عالم البرزخ، يقول هو شيعي ينتظر حضور علي بن أبي طالب. حضر الإمام علي سلام الله عليه، لأن الإمام علي يحضر عند المؤمنين، يقول حضر. فيقول استبشر هذا الرجل أن الملائكة وقفوا حضر الإمام علي. يقول كلما بيّنوا له أخطاء وخطايا وبعض الأخطاء ينظر إلى الإمام علي، الإمام علي يقول للملائكة هذه عندي، فالملائكة تمحينا كل خطأ، كل شيء في حياته، هنا غلطان مع هنا غلطان بشيء بحق نفسه، هنا تأخر عن صلاة، هنا ترك مثلا يوم من الصيام عمدا ثم قضاه دفع كفارته، فيقول للإمام علي يقول له هذا خطأ هذا خطأ. الإمام علي كل ما يقولون خطأ يقول هذا عندي هذا عندي. آخر شيء قالوا له هذه هنا خطيئة، ظلم لامرأة، ظالم امرأة، وهي الامرأة ما سامحته وكانت تدعو عليه. يقول أن نظرت إلى الإمام علي أدار بوجهه، ما قال هاي عندي، يقول غريب. فقلت سيدي أنا بين يديك وأنت إمامي. قال لو كانت عندي أنا حاضر، بس هاي الامرأة مو، هاي المسألة مو عندي، هاي لها أصحاب حق، فماذا أصنع بها؟ فقال عليك أن تتحمل عقابها. يقول الإمام علي التفت إلى الملائكة قال عاقبوا عليها، طهروه عليها في عالم البرزخ. يقول ذهب أحد الملائكة وجاء بسيخ من نار جهنم، جاي بسيخ أحموه في نار جهنم، يقول وضعها على فخذه، وضعوها على فخذه، يقول من شدة النار وقوة الاحتراق في هذه الحديدة على فخذه، يقول عاد إلى الحياة، استيقظ يعني انتفض وعاد إلى الحياة من شدة قوة النار. أيرون على كل حال. يقول بعدين لما صار بالحياة يسألونه، يقول كان يمسك الجمر بيده هكذا ويضعها على فخذه ما يشعر بها، يقول أبدا هاي النار لا تعادل شيء أمام تلك النار، يجيب الجمر خليها على فخذه مكان الاحتراق ما يشعر، يقول هاي عادي ما فيها شيء أبدا. فتصور أي نار من نار جهنم هذه، أي جهنم هذه. يقول تغلى، يغلى القصدير في نار جهنم، يغلى هذا اللي يستمع أغنية، ويصبون له بعد أن يغلى بحميم جهنم، يصبون له هذا القصدير في أذنيه. هذا اللي يستمع أغنية الإمام الصادق، يقول مو أنا، وإلا نار جهنم من يتحملها؟ النبي يقول لما كنت بالإسراء والمعراج مررت على الجنة فرأيتها تتهلل وتتزين لاستقبال المؤمنين، ثم مررت على جهنم أنا وجبرائيل فنظرت إليها قد وقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة تخيف الناظرين. يقول نظرت وإذا أسمع نار جهنم تشتكي إلى الله. شنو تشتكي نار جهنم؟ تقول إلهي مر يعني أؤمر، مر نار الويل أن تغلق أبوابها. هناك نار في قعر جهنم اسمها نار الويل، هاي اللي الله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هاي الويل لهم، هذا اللي مو ما يعرف حجم صلاته ويترك الصلاة يقول له نار الويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول هاي نار بقعر جهنم، بوسط بقعر وادي جهنم اسمها الويل، إلها أبواب ضخمة كبيرة هكذا دائما منصدة، أيام نار الويل تفتح أبوابها، لما تفتح أبوابها نار جهنم من فوقها تشتكي إلى الله. تقول إلهي مر نار الويل أن تغلق أبوابها فإنني قد احترقت من لهيبها. نار احترقت بالنار. شوف إحنا قضية جدية، إذا واحد يتصور أنه هو يعيش بالحياة ومو ميت، كلنا ندرك من خلال آبائنا وأجدادنا أننا راحلين عن هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا ممر وليست مقر، هذه الدنيا مزرعة الآخرة. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإمام علي يخاطبنا يقول دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخشى مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان
حين نسيته بل أثبتاه، وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يخرب. هذه الدنيا هكذا. لذا التمسك بالحق بولاية علي بن أبي طالب يقتضي الابتعاد عن كل ما حرم آل محمد. إن المحب لمن يحب مطيعه. فعلي بن أبي طالب يقول: من أحبنا أطاعنا. مو قضية أنه الإنسان يحب أهل البيت بدون الطاعة، هم أهل البيت ما يرضون بعد شيء أكثر من ذلك. يقول لك الإمام علي: إيه، أنا أغفر الذنوب، أنا أشفع لأمتي. والنبي يقول: أنا أشفع لأصحاب الكبائر من أمتي. مو مشكلة، هذا مو كلام. يشفع واحد عنده كبائر، عنده أخطاء، وبعدين التزم بالسكة الحقيقية والسكة الدينية السليمة. نعم، هذا يستوجب على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشفع له يوم القيامة، لأنه سلك، لأن الإسلام يجب ما قبله والالتزام يجب ما قبله، لا مشكلة. أو واحد ملتزم عرضت له خطيئة، ضعفت نفسه في مكان ما، هاي ما فيها مشكلة. لكن عندنا كلام عن الإمام الصادق أنه بمعناه يقول بأن كثرة ارتكاب الذنوب كفيلة أن تخرج ولاية علي بن أبي طالب من القلب. وإذا خرجت ولاية علي بن أبي طالب من القلب مصيبة ترى، إذا واحد ما في قلبه علي بن أبي طالب من أعظم المصائب. لذا لما تشوف الشعراء يمتدحون بهذه المعاني ويذكرون هذه المعاني على خلفية هذا الكلام الذي نتكلم به، لما يقول لك مثلا: إذا أنا سودت الصحيفة وانتهى. شوف إحنا عنا إيمان بأمير المؤمنين أنه يأخذ بأيدينا، لكن على الأقل يكون عندك شيء في هذه المسائل الدينية والالتزامية. يقول لك: إذا أنا سودت الصحيفة وانتهى، بي العمر في لهو بدون تعقلي، ونمت بقبر لم أوسده بالتقى، وصرت بأنواع الشدائد أبتلي، وقمت ليوم الحشر أسعى كأنما أساق إلى نار تفور وتصطلي، وقفت على باب الجحيم مناديا: ألا أين من قد كان حرزي وموئلي؟ فيأتي نداء الله جل جلاله: دعوه فعبدي من محبيك يا علي. صل على محمد وآل محمد. إذن من أخطر المسائل قضية الغناء، هاي قضية يجب أن نلتفت إليها على نحو الجدية، مو على نحو الكلام العابر هكذا. وكذلك الإنسان مسؤول عن هذه الأذن، مو الله يقول بالقرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله لما خلق الإنسان جعل لها القنوات هاي للاستفادة مو للشر. أخرجكم والله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليش جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة؟ لماذا جعل لنا السمع؟ لنوقفها على العلم، والأبصار لنوقفها على التقوى، والقلوب لنوقفها على العلم السليم. هذا الإمام علي يأتي إليه رجل اسمه همام، كان رجلا عابدا. ما أطيل عليكم أختم، لكن اسمع كلام علي بن أبي طالب ووقعه في قلبك. قل: لأجى إليه رجل يقال له همام، وكان رجلا عابدا ورعا تقيا، فقال: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل الإمام عن جوابه وقال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم على الإمام، فقال له الإمام: أما بعد يا همام، اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم،
ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسامهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والنار كمن قد رآها فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. شرورهم مأمونة، حاجاتهم خفيفة، أجسادهم نحيفة، أنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق تطلعت نفوسهم إليها طمعا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم من النار. وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، وإذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون. خطبة طويلة خطبها أمير المؤمنين، يقال لما انتهى همام جالس يسمع، هاي صفات المتقين همام، يقول لك بالرواية وكان رجلا عابدا ورعا تقيا، صار يبكي يقول هذه صفات المتقين وين أنا؟ ثم لما انتهى أمير المؤمنين صعق صعقة هكذا ثم همد ونام على الأرض. يقول الراوي فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، مات الرجل. الإمام علي نظر إليه، لذا يقول لك تثاقل عن جوابه في البداية، قال يا همام اتق الله وأحسن، لم يقنع همام، يقول لا أريدك تعطيني صورة، يقول سقط على الأرض ميت. الإمام علي قال أما والله لقد كنت أخافها عليه، لأن يعرف قلب همام وقوة همام وأثر كلام الإمام، يعني الإمام هو مؤثر بالكلام، إذا يتكلم الإمام غير ما أنا أتكلم وأنت تتكلم. فوقع ما قال أما والله لقد كنت أخافها عليه، هكذا تفعل الموعظة بأهلها. الله الموعود همام والواعظ علي بن أبي طالب، واحد واقف إلى جنب الإمام علي، شوف الشيطان من يدخل، يقول له إذا كانت هكذا، يقول له فما بالك أنت يا أمير المؤمنين، يعني إذا الموعظة هكذا تفعل بأهلها ليش أنت ما متت مو من أهل الموعظة؟ الإمام علي قال ويلك لا تعد إلى مثلها، ألا تدري أن لكل شيء أجل؟ إنما نفث الشيطان على لسانك، شوف يعتريهم. فهذه صفات الإنسان المؤمن، إحنا نسعى في تحصيلها للابتعاد عن الموبقات، لنكون مصداقا لقول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من الظلم للأنفس والظلم للعيال والأولاد،
نسأل الله أن نأخذ بأيدينا، أن نأخذ بأيدي عيالنا وأولادنا كما أخذ آباؤنا وأجدادنا بأيدينا، على أن نكون على السكة السليمة والصحيحة. نعم، إن الإمام صاحب العصر والزمان تدري على ماذا يبكي؟ يبكي على خمار زينب، مو حجابها. حاشا، زينب ما سلب، ما سقط حجابها عن رأسها زينب أبدا، إنما هذا الخمار اللي كان على نصف الوجه هذا الذي وقع في مرحلة من المراحل. فالإمام المهدي يلتقي به أحد العلماء في عالم الرؤيا، يشوفه. شوف قضية علمائنا وصاحب الزمان وهذا التواصل الذي كان يحصل من المرحوم بحر العلوم رحمة الله عليه، اللي يقول أنا رأيت صاحب الزمان في كربلاء يبكي على الحسين، قام يركض بحر العلوم أمام تلاميذه وأمام العظماء، قام يركض ويلطم على رأسه، قالوا له أنت شيخنا، شيخنا أنت العظيم، أنت كذا، شلون تسوي هالحركات هاي، تلطم وتبكي وكذا وتركض أمام الناس للحسين؟ يقول كيف لا أفعل وأنا أرى صاحب العصر والزمان أمامي يفعل هكذا. فلذا أحد العلماء يقول رأيت صاحب العصر والزمان في عالم الرؤيا. فقلت له سيدي عندي سؤال. قال سأل. يقول سيدي لك زيارة اسمها الناحية المقدسة، وأنت تقول فيها والله يا والله لأن أخرتني العصور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربة. صلى على محمد وآل صل على محمد وآل محمد. ولمن نصب لك العداوة مناصبة، فوالله يا جد لأن دبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما. سيدي على أي مصيبة تبكي دما؟ على مصيبة أبي عبد الله الحسين لأنه ذبح عطشانا إلى جنب الفرات. قال لا، لو كان الحسين حاضرا لبكى. قال إذن سيدي على أي مصيبة تبكي دما؟ على مصيبة العباس لأنه قطيع اليدين. قال لو كان العباس حاضرا لبكى على الذي يبكي عليه. قال لأن الإمام قل أنا أبكي دم، على من تبكي دم؟ على أي مصيبة؟ سيدي تبكي على مصيبتي علي الأكبر لأنه قطع إربا إربا. قال لا، لو كان حاضرا لبكى. قال سيدي إذن على أي مصيبة؟ على القاسم، على الرضيع. قال لا يا شيخ. قال إذن سيدي على أي مصيبة تبكي دما؟ قال يا شيخ أبكي على يا عمتي زينب، كيف سبيت من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومعها النساء وهن والأطفال وهن يلذن بعضهن ببعض. والله تقل ينهار ينهار، والله جسم من السبي يا ناس ينهار، ودمع العين على الوجنات. والله ينهار لا تجي يا ريت ينهار بشمس وعداي تتفرج علي، بشمس وعداي تتفرج. عطية الجمري في ديوانه الجمرات الودية في المودة الجمرية يقول زارنا أحد الخطباء إلى البحرين فنقل هذه الرواية، يقول بأن زينب لما دخلت الشام كان بالشام امرأة يقال لها العقيلية من بني هاشم، تزوجت وأنجبت غلام، فصار عمر الغلام 10 سنوات، وضعته في الكتاتيب يعني في المدارس بالشام. يوم اللي أدخل السبايا على الشام عطلت كل الأسواق والمدارس، فجاء هذا الغلام إلى المدرسة إلى الكتاب، وجدها مغلقة ووجد الأطفال
خارج المدرسة وقد لبسوا ثياب العيد، قال خيرا لماذا اليوم تعطيل؟ قالوا له امضي واذهب إلى أمك وقل لها أن تلبسك ثياب العيد. فاليوم يزيد انتصر على خوارج بالعراق وجايبينهم سبايا وروس مقطعة، اليوم فرح وعيد. هذا الغلام فرح وأسرع إلى أمه ينادي من على الباب: يا أمه إلي بثياب العيد. قالت: ولدي ولما؟ قال: اليوم يزيد انتصر وجابوا خوارج من العراق وزبايا والناس رايحة بتفرج واليوم عيد بالشام. هاي المرأة قالت: ولدي قبل أن تلبس في ثياب العيد عد إلى السوق واسأل من هم هؤلاء، من أي البلاد، ما دينهم؟ ولدي اسأل الأطفال في قافلتهم. الملا عطية الجمري نظم قصيدة أريدك تساعدني فيها، يقلها أولاد العقيلية، يقلها اليوم زينة. ما أرضى ما تكون كل القصيدة وملبوسي المبخور لي يا الأعياد وينا. إيش عندك بقلا يا الولاية تنده من بعيد وياه اللي قال لك هالوكية يا ابني وقت عيد؟ قالها خوارج ثايرة والنصر لي زيد وللشام جابوا روسهم ويا الضعينة. لما سمعت الوالدة قالت: يا عقلي ترجعي وعاين شكلهم واخذ الخبر يا نور عيني من طفلها وعندينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. الله أكبر. أريد أن نتصل إلى كربلاء هذه الليلة. ها رد ورجع للجادة أو لاحت له الرؤوس فوق الرماح تلوح تخجل نور الشموس والحرم مسلوبة وعليل بقياد محبوس واللي يشوف يذوب قلبي من ونينا. لكن هذا الغلام تحير من يسأل على القافلة، يقول لو عاين يسير تلوذ بيه هاك اليتيمة. قال من هذه الضعين كله زعيمة. أقبل نحوها قالها: يا حرمة مصيبتك كلفة وعظيمة، شهدي أنا بكم وطاينكم يا مدين. الله أكبر. زينب تسأل عن دينها، زينب تسأل عن مدينتها، بنت علي بن أبي طالب يقولون لها: شنو دينك يا زينب؟ الله أكبر. قالت: إسلام. وياه الدريدة من المدينة اسألني عنه. قالها: يا 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 مسبي المدينة بلادهن، بالله اردن اشتج كان خالي تعرفين. اسأل يا غلام عن من، منو خالد من المدينة؟ قالها: تعرفين ابو السجاد وتعرفين تعرفين ابو الشيمة محمد وافي الباياس، تعرفين زينب بضعة الزهر المصون. عرفت زينب
زينب هذا الغلام، أريد قلبك يبكي الليلة، عرفت زينب هذا الغلام. تقلها زينب تخاطبه يا شسمك، تقلها يا عزيز زي وامك من اهل، قالها انا امي هاشمية واسمي حسين، وانا اخوالي بيت ابو طالب الطيبين، بيت الكرامة والفخر حايزين. عرفته زينب، اسمع ايش قالت، تقول ان كان ابن العقيل يا جنابك فوق الرماح العالية يا ابني جواب. الله اكبر. تقول ان كان ابن العقيل يا جناب يا فوق الرماح العالية يا ابني جواب. الله يرحمك يا ابو الله عطية، واللي قبالي ناصبين راس خالي يا رد ورجع للجادة والدمعة بعينها. الله أكبر. تقل قدام الضعينة يا عزيز زيد ربالة يا عينك، هل بقردهم يا الولاية كلهم قبالة. تقل وان جايان عن زينب بسائل والنساويين، يا ابني انا زينب وهذا عيال الحسين. ما سمع الغلام ما تحمل، نزل الى الارض اخذ بيده حجرا برز وصار ينادي تنتظره على الباب، نظرت إليه رأسه مدمى والدماء على وجهه، قالت ولدي من ضربك؟ من صنع بك هذا؟ قال أمه أنا ضربت نفسي. قالت ولما يا ولدي؟ قال لأن المذبوح خالي الحسين والمسبية هي زينب. عن ام الحزن زينب ونيران الحزن بحشاي، تسري وعقب عين حسين ما اريد بعد دنياي، انا الفارقت شفته ورحت ميسره ويا عداي، خليت اورد جسمي بيد القبر نزلنا. انا اللي شفت ناري لكن نار اشد من نار، نار الحرقت خيمي ونار حرقت باب الدار، وانا اللي شفت ضلعت واحد صوب البسمار، واحد كربلت خبريك شلون الخيل رضن. عن ام الحزن زينب اهلي وصرت مفجوعه، وانا اللي شفت جفي للعباس مرفوعه. عن ام الحزن زينب اهلي وصرت مفجوعه، وانا اللي شفت جفي للعباس مقطوع، وانا اللي شفت اخويا حسين وهو مكسر ضلوعه. الله 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 يا زينب، اريدك تشارك معي بهالابيات ختام للدمعه يا الموالي، واريد قلبك بكربلاء. انت سامع زينب تخاطب امها يا شو تقول زينب لامها؟ قل لها يما يا يما يا يما يا يما
بقيت محيره يمه، بقيت محيره يمه لوحدي وصفك الشفين، لا عباس يبراني يا يمه ولا لحس الله. بقيت محيره يمه لوحدي وصفك الشفين، لا ما بين الصفا والمروة تسعى بالحجيج الناس، ونزينا صرت أسعى الله 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 يا زين. ما بين الصفا والمروة تسعى بالحجيج الناس، ونزينا وشوفه جفه بلاص، وصيح بصوت يا ابن امي، وصيح بلو عد وهمي، واويلي على المظلوم على المظلوم واويلا. بقيت محاي يا لا عباس يبرالي يا يمه ولا لحسين. مثل ما تفتدي الحجاج تقدم لي الذبح قربة، ومثل ما تفتدي الحجاج تقدم لي الذبح قربان، أنا القربان قدمته أخويا المن ذبح عطشة حسين، يا حسين حسين يا حسين حسين الحسين، بغربة الحسين، بمصيبة الحسين، بجد الحسين، بأب الحسين، بأم الحسين، بأخ الحسين، بالأئمة من ذرية الحسين، شافي وعافي مرضانا يا الله. اللهم اشفي كل مريض، من كان بيننا مريضا او عنده مريض، لا يفارق هذا المجلس وهذه القاعة الا بالشفاء العاجل يا الله. اللهم اقضي حوائجنا حاجة حاجة، بحق طباب الحوائج موسى بن جعفر وقاضي الحوائج ابي الفضل العباس. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، شيعة أمير المؤمنين اكشف عنهم الهمة والغمة يا الله. أهلنا في البحرين الجريح، وأخواننا في القطيف والإحساء، وأهلنا في العراق الجريح أيضا، وأهلنا في سوريا في حلب في نبل في الزهراء في حطلة في حمص في كل المناطق. اللهم اكشف عنهم الهم والغم. إخواننا في السيدة زينب وضواحيها، اللهم خذ بأيديهم، انصرهم على عدوهم يا الله. اللهم احفظ مقام سيدتنا ومولاتنا زينب يا الله، منك
كيد الحاقدين يا الله. اللهم ارزقنا زيارتها في القريب العاجل يا الله. اللهم فك أسرانا في كل مشارق الأرض ومغاربها، في كل بقاع الأرض. اللهم اكشف الغم والهم عن الشيعة في إيران وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الهند وفي لبنان وفي كل المناطق يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم كحل نواظرنا برؤيته الكريمة يا الله. أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. إخواني أخواتي أبائي والأمهات، اللهم احفظهم بحفظك، وفقهم بتوفيقك، اشفي مريضهم، سد بين مدينهم، فك أسيرهم. اللهم اشبع جائعهم، اكسي عريانهم يا الله. اللهم تقبل منا هذا العمل وهذه الليالي وهذه الدمعة. إخواني العلماء، أساتذة الأفاضل، أخي الخطيب الحسيني، أخي سماحة الشيخ عبد المنعم إشرارة، إخواني جميعا في هذه المؤسسة، اللهم احفظهم بحفظك يا الله. خذ بأيديهم لما فيه الخير والصلاح، وابعث إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا جميعا فردا فردا، سيما أموات البادرين والمانحين والقيمين والمثابرين على إنجاح العمل الحسيني والديني في هذه المؤسسة وفي كل المؤسسة، إلى أرواح أمواتهم والشهداء، سيما إلى روح السبب في هذه المؤسسة المرحوم الحاج حبيب كوكر، إلى روحه وأرواح أمواتنا والشهداء، ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى، خصوصا من أوصاني بالدعاء. رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على